طيب احنا برضو معانا على التليفون استاذة احلام القاضي، ممثل حزب التجمع بالحوار الوطني. برضو كان عندها اقتراحات في الجلسة الأخيرة، فعايزين وفي الأيام اللي فاتت برضو، فكنا عايزين برضو نعرف منها أكتر. استاذة احلام اهلا بيكي. الو استاذة احلام القاضي، اهلا وسهلا بيكي. استاذة احلام حضرتك معايا؟ ايوه الو حضرتك سامعاني كويس؟ ايوه اهلا وسهلا بيكي، منوره انتي. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. استاذه احلام، في البدايه كنت عايزه اعرف من حضرتك المقترحات اللي تم طرحها في جلسه الحوار الوطني. طبعا احنا في حزب التجمع بنرى ان توحيد تشريعات الاحوال الشخصيه عايزين نوحدها في قانون واحد، ونرى ان عقد الزواج هو عقد مشاركه وليس عقد نفقه ومتعه وطاعه. وعليه فانطلاقا من نظرتنا لعقد الزواج باعتباره عقد مشاركه بين الطرفين متساويين في الحقوق والواجبات، نقترح الاتي. طبعا اقترحنا عده حاجه. اولا الغاء نفقه المتعه، عشان احنا بنشوف ان فيها اهانه للمراه. ايوه يعني احنا اساسا حصلنا على حقوق كتيره وحصلنا على مكتسبات كتيره، وكلمه المتعه لا تتناسب مع الرؤيه الحضاريه والانسانيه لمكانة المرأة وحجم الدعم والتمكين السياسي والمساواة التي تقدمه الجمهورية الجديدة للمرأة المصرية. مظبوط. فعلي احنا انا شايفة ان كلمة نفقة متعة دي مهينة جدا للمرأة، وممكن احنا نغير كلمة النفقة دي بان احنا نستعيض عنها بان هي تبقى حقوق. يعني بالظبط، انا المرأة كنت عايزه تحصل على اقترح على حقوقها. حضرتك يعني لو احنا مثلا هنلغي فكره نفقه المتعه، هتتلغي نفسها بالمبلغ اللي ممكن يطلع منها، ولا ممكن مثلا يتعدل اسم النفقه دي، انه مثلا يبقى حق العشره مثلا، يبقى اسمه ما كده. احنا عايزين نحولها المكتسبات للمرأة. يعني احنا في كتير، اول حاجة ان هي قانون نفقة المتعة ده اساسا صدر لان ده ارضاء للمرأة على فترة العشرة، وان هي المرأة لما قدمته للرجل، وان مش لعيب فيها ولكن لظروف خاصة بالرجل. طيب انت اساسا ليك ظروف وخلاص انفصلته، فامساكا بالمعروف. او يعني انا شايفة ان احنا ده حق، ان احنا ناخد النفقه ده حق ليها، بس ما يبقاش كلمه متعه. بالظبط، ما يبقاش اسمها كده. خليني برضو خليكي معايا يا استاذه احلام، برضو اخد راي ضيوفي في موضوع نفقه المتعه ده. دكتوره نهى، انت رايك ايه في موضوع الغاء نفقه المتعه؟ هو يمكن انا فهمت وجهه نظرها ان هي الغاء لفظيا، وليس ان انا اقدر اغير منطوق. بس لو جينا شفنا، سواء واكيد الدكتور متفقه معايا في هذا في الاتفاق، ان مثلا يكون المصطلح نفسه لو جيت شفتي في المجمع بتاعه ده مؤشر برضه متعه، ان هي الفتره اللي قامت بها الزوج الاستمتاع بالزوجه. لو جينا شفناه شرعا قانونا هو لا يصيبه أي عوار، ويمكن تبديله بمصطلح لائق بالمرأة مثلا، مش يبين قد إيه إن هي فكرة كانت مشاركة مش مجرد أيوة حاجة. مش مجرد أصلية، ممكن يا فندم حاجة إن هي تيجي على ذهن الناس استمتعت بالمرأة فتتاخد كسلعة بمعنى إباحي، أو يعني بتتاخد يا إما من كسلعة يا إما إنها كانت ست مش كويسة أو ذات سلوك يعني سيء. أوكي برضو دكتورة دينا هستأذنك برضو، قولي لي رأيك. خليني اقول لحضرتك، احنا يعني مع كامل الاحترام والتقدير طبعا للاستاذه احلام والحزب التجمع، كل منا يعني بيدي توصياته وارائه، ولكن في النهايه احنا بنحاول ان احنا نتفق على الرؤيه اللي فيها المصلحه وفي اطار المصلحه العامه. احنا لا نختلف من اجل الاختفاء والاختلاف، ولكن كلنا في النهايه هدفنا واحد وهو اعلاء المصلحه العامه. يعني ممكن تكون أستاذة أحلام يعني جزء من رؤيتها مظبوط، ولكن أنا شايفة أن المهم مش أني أغير لفظ كلمة نفقة المتعة، ولكن إزاي أقدر أحل الإشكاليات علشان السيدة أصلا تحصل على هذه النفقة، وخصوصا أن يعني تقدر توضح لي يعني النقطة دي دكتورة نهى، هل نفقة المتعة مذكورة في القانون ولا لا؟ يا فندم
شرعا، نفقة المتعة والعدة والمؤخر من حق الزوجة شرعا وقانونا. وخلينا نقول ان هي اكتر هو لفظ يعني ليه علاقة بجبر الخاطر، ليه علاقة بجبر الخاطر. احنا لو شفنا التشريع وبرضه لو استاذة احلام معانا برضه تشاركنا لفظ المتعة اصلا جه منين؟ يعني احنا مش بنقول، احنا بنقول نفقة خاصة بالفترة، وهي الزوجة استمتعت في الفترة دي برضو، يعني هي أكيد في الفترة اللي كان فيها فترة الزواج كان فيها استمتاع، وكانت علاقتها الأسرية إلى حد كبير يعني متوافقة مع الزوج. معلش، هي الست بتحصل على نفقة المتعة إذا حصلت الطلاق من طرف الرجل، لكن لو هي اللي طالبة الطلاق فما بتحصلش على متعة، ما هم الاتنين كانوا متمتعين ببعض. يعني طب ايه اقتراحات تانيه يا استاذه احلام حضرتك اقترحتيها او ناقشتيها؟ انا حزب التجمع بيطالب بالغاء نفقه الحضانه. انا شايفه ان برضو في نفقه الرضاعه، نفقه الرضاعه طبعا يعني انا شايفه ان خلاص عدينا، ده حق مكتسب للطفل ونوع من ان ربنا يعني ذكره في القران ان الطفل لازم ياخد حقه من ام. انما انا ادي اجر للست ان هي ترضع ابنها، انا شايفه ان في امتهان لكرامه المراه، لان احنا مش بهايم يعني، مش ولا مستاجره عشان انا اخد اجر رضاعتي. يعني اظن احنا وصلنا للفكر اعلى من كده وارقى من كده. طبعا تمام. بشكرك جدا جدا استاذه احلام ممثل حزب التجمع بالحوار.